لا إله إلا الله استيقان محمد رسول الله استيقان. سبحان الله. لا إله إلا الله التعليم محمد رسول الله التعليم. سبحان الله. لا إله إلا الله التمهيد محمد رسول الله التمهيد. سبحان الله. لا إله إلا الله النور محمد رسول الله التمهيد. سبحان الله. لا إله إلا الله الإجمال محمد رسول الله التفسير. سبحان الله. يوم في جناح لسنة جدي الله سبحانه وتعالى. الله الله. This is the correspondence between the two. لا إله إلا الله القلب. الله الله. محمد رسول الله لا إله إلا الله حبنا نقطة يهدنا الناس موضع محمد رسول الله حبنا ده لا إله إلا الله ده لغ الله المشدد لحد الشديد محمد رسول الله ده لغ محمد المشدد لحد الشديد لا إله إلا الله ده لغ الله فولتز محمد رسول الله ده لغ محمد فولتز سبحان الله. So there is no defect within the claim and there is no defect within the evidence. They are both beyond our comprehension. Allah subhanahu wa ta'ala cannot be comprehended. Anything which comes into your mind, Allah is other than that. Yes, Allah is beyond our intellect.